بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم دكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري في القسم الرابع. طبعا هذه أحد الطيور التي درستها في السابق في مختبري، طبعا تعيش في أمريكا، وطبعا تم تشريح عينات في السابق من قبل خبراء في علم الطيور من هذه الفصيلة. طبعا هذه الفصيلة تنتشر بنسبة كبيرة جدا في أمريكا، و يعني من يعني طيور النادرة جدا والحساسة، كونها يعني ممكن تتأثر بأي ظرف من الظروف المناخية. طبعا تكثر في فصل الشتاء، وطبعا مهاجرة تنتقل من ولاية إلى ولاية أخرى. ممكن تلقون عينات أخرى خاصة للتشريح في الفترة القادمة إن شاء الله. طبعا معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينات أخرى جديدة أيضا. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن فصيلة من فصائل الضفادع، طبعا يكثر في البرك المائية ومنتشر جدا بنسبة كبيرة جدا في البرك المائية المتواجدة في أمريكا. طبعا مثل ما تلاحظون، ويوجد فصائل أخرى متطورة من هذا النوع، وأنا أنصح يعني عشاق دراسة البرمائيات، يعني بدراسة المخلوقات البرمائية، كونها يعني نادرة جدا و صعب تلقون يعني مخلوقات برمائية في هذه الفترة بسبب التلوث الحاصل في المناخ، أدى إلى انقراض إلى أنواع كثيرة جدا من المخلوقات. طبعا هذه أحد الصخور التي أخذتها من أحد الجبال النادرة التي تم إنشائها بسبب احتكاك المياه آخر 60 مليون سنة. طبعا هذه الصخرة أخذتها من جبل يسمى قارة في مدينة الأحساء، جبل قارة، وشفت فيها حشرات متحجرة وحفريات وبكتيريا كثيرة جدا يعني، وأحياء دقيقة متحجرة وعظام متحجرة وحشرات متحجرة، يعني ممكن تلقون يعني أنواع كثيرة جدا من الأحياء الدقيقة. أيضا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن رخويات متعجرة مثل ما تلاحظون. ممكن تلقون عينات كثيرة جدا للدراسة. أيضا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن فصيلة من فصائل الديدان مثل ما تلاحظون، ونادرة جدا، غالبا تحصلها في الأنهار أو قاع البحر مثل ما تلاحظون. إن شاء الله طبعا راح نعرض لكم دروس تشريحية لبعض العينات في الفترة القادمة إن شاء الله. وأيضا راح نعرض لكم بعض العينات التي درسناها يعني في المختبر في القسم الخامس إن شاء الله. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم العينات.